تمكنت كوادر مكافحة التهريب في دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إحباط عملية تهريب 60,000 كروز دخان جنوب العاصمة عمان. التفاصيل في تقرير مراسلنا هاشم العامر. عملية مراقبة وتحر استمرت 3 أيام أسفرت عن ضبط كميات هائلة من السجائر المهربة بلغ عددها أكثر من 1500 كرتونة وتقدر قيمتها بأكثر من 500,000 دينار أردني. الحمد لله تم صباح هذا اليوم إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الدخان تقدر بتقريبا 1500 كرتونة دخان. طبعا كل كرتونة كما تعلم فيها 50 كروز وكل كروز فيه 10 باكيتات دخان. تقدر قيمة هذه البضاعة بما يقارب 500,000 دينار أردني، يترتب عليها رسوم وغرامات ما يقارب 1,000,000 دينار. طبعا تم إحباط عملية هذه التهريب عن طريق تعاون من زملائنا بالأجهزة الأمنية وعن طريق متابعة حثيثة من قبل دائرة الجمارك وكوادرها وكوادر مكافحة التهريب على مدار 3 أيام. إدارة الجمارك أشارت إلى أن البضاعة التي تم ضبطها كانت مسروقة أثناء نقلها من مكان آخر، وأضافت بأنه قد تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في العملية، وقد جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة القضية للمدعي العام. هذه الأمور كما تشاهد هي جهد جماعي لكافة رجال الجمارك وخاصة مديرية مكافحة التهريب. ندعو الأخوة المواطنين كافة إلى عدم الإقبال على شراء مثل هذه المواد، لأن هذا بالأخير لا يصب في مصلحة المواطن الأردني. الجمارك دعت المواطنين للتعاون معها لإيصال معلومات عن أي شبهات حفاظا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. إنجاز آخر تسجله مديرية مكافحة التهريب، وبإحباط هذه العملية توجه رسالة مفادها أن أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان أمن الوطن والمواطن. من داخل مديرية مكافحة التهريب في عمان، هاشم العامر، رؤيا